لكن هناك أشياء لابد من الاتقان في الإخوان في الجاهلية في المسلمين. كلمة حق سأقولها كزميل في المهنة وبخصوص كأب لطفلهم هم من الجاهلية، وأنا أفتخر وأقولها والله يشهد على ذلك أنني أفتخر بأن أبناء جاهلية فاتوا عند الإخوان وعند جميع الزملاء في هذا الثانوي. حقيقة الأمر كريم أستاذ الاحتفال بأستاذ المتقاعد هي في حقيقة الأمر اعتراف، اعتراف جديد في حق هؤلاء بما بذلوه من مجهودات أفنوا فيها زهرة شبابهم قوة أجسادهم وعثارة عقولهم لكي يصلوا بأبنائنا إلى ما وصلوا إليه. ولعل التاريخ يشهد بذلك بأن أي منتهي بأي مهنة ينسى بمجرد أن يتم التكريم، فربما بعض الأفراد ديال العائلة ديالي كيتكرهوا، ولكن بالنسبة لرجل سليم فتبقى موسوم كثيرة ديال المجتمع. أولا من هنا مثلا ناخد القرية ديالي أنا الكلمات، أي واحد من الجيل ديالي تقول له ست جوات مثلا ست جامع ولا ست ميسوري إلا وكيف تذكر، لأن الناس معلمين في المغرب رغم بعض القساوات ديالي في بعض الأحيان إلا أنهم تلقوا دائما الذاكرة ديال هاد الذاكرة ديال المجتمع. إذا بهاد المناسبة أريد أن أقول كلمة حق وحق في إخوان جبري في الجبري تعريف ألخصها بحادث بسيط في القرع الجنوب الجاني رشيد. وقع في حادث بسيط في قتل من الجريدة يعني جد الوالد راه يمكن راه يدك شي مسكين مع شي جابك يلا معايا. انا جيت انا قدام القاعه ديال الاساتذات عربي شي جابري قال لي الله يوديك في الموضوع هذا راه ولدي. فشكرا في جد في حسين. الدليل على ذلك انه اكتشف ما تلاقيتو الا سميت مع التليفون الا وشفت التليفون اللي عندي جات ديالي. هذا كيدل على مدى الاهتمام ديال الاستاذين ديال جميع الاساتذه، لان عملت مع الاستاذاني كحارس عام وكاب. اذا السي الاستاذين لا داعي لهذيك المشوار الطويل اللي خدينا هذا وياه في تدريس ماده علوم حياه الارض تشوف ناطيره باللغه الفرنسيه العربيه الى اخره. اذا قسموا هذه الكلمه البسيطه باسمي هي طويلة سياسية أمهات آباء أولياء تلميذات تلاميذ ديال المعتقل. أقول لهذه الأخام شكرا لكم، سوف نفتقدكم وأرجو أن تتفقدونا وتصل الرحم. فمرحبا بكم دائما في بلدتنا وأبناؤنا سيستقبلونكم بالفعل وكنتم خير سند لنا في تربية أولادنا. الشكر لكم ونرجو أن يجازيكم الله سبحانه وتعالى فيما قسمتموه لأولادنا ولأبنائنا. إذا بكم جمعية فشكرا لكم ثانيا.